حنا كنعقل ما واحد كما انا كنعقد هذه المواعيدي باش ننور الراي العام وكذلك المحيطين ديال اتحاد طنجة بما جد في اتحاد طنجة. دونك بالنسبة دخلنا لدار البوس من لو 28 حتى لو 5 اللي كان فيه مقابلها الاعداد البدني تقني تكتيكي ونهينا بواحد المباراة حبية مع فريق ديال الجمعية السلوية. انا عطيت واحد 3 جور للاعبين راحة ودخلوا اليوم في دار البوس الثاني اللي غادي يبدا ابارتي من اليوم وغادي يسالي حتى لو 24 من هاد الشهر. والان غادي نعطي اللائحة ديال اللاعبين اللي غادي نعتمدوا عليهم في هاد الموسم. بالنسبة حراسة المرمى كاين تلات ديال الحراس، كاين بن عاشور عسكر والسيودي. في الدفاع كاين جورفي، كاين العز، كاين عدنان، كاين ايوب، كاين اسماعيل، نصير، ياني، حاتيم، اصابير. في وسط الميدان كاين اعراب، مطالب، بوكسير، عقالي، مروان، اي ديهاز. بالنسبة لاطاكو ميلو تيرا كاين مدن، كاين حسني، كاين قيسومي، كاين بقالي بدر، كاين بن علي، الزريبي، العسري، غبرة، اخريف، الحنكوري، جويل، ومعاد. باقي لنا دو بلاص اللي كاين جوج ديال اللاعبين تحت التجربة، كاين طوغولي سامي لو ديفونسيف اوبرت، وكاين السينيغالي لي ديمبا 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 فار. هادو تحت التجربة عاد غادي نكلم احسن فيهم في الاسبوع هذا.